حكم الهوى وشرد غايم تشري، حكم الهوى وتفرقوا الحلوين، حكم الهوى وشرد غايم تشري، يلا وهدول وزعيهم بشكل مرتب. على ذوقك يعني ذوقك. وصلت عمتو حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. حبيبتي الله يسلمك يا عمتو. بسطتي فيها لك هي عمتو الحلوة. بس حتى صدرهم وين الممالي حاطينهم وين حاطينهم؟ ما بقى ليش وشو نسيان انه في حواجز عطل. ها
وصلوا. يلا يا فايز تعالى. ولك أهلا أهلا. كيفك كيفك؟ اشتقت لك أنا اشتقت لك. ورا يا هلا يا جدو. ورا يا حياة. دوبي قلبي. أهلين حبل. أهلا أهلا أهلا. كيفك؟ يلا يا أهلين يا أهلين. كيفك 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 كيفك؟ اشتقتي لي؟ يعني قد ايه؟ أيوة. أنت أكلتي كثير جوع. ميتة من جوع. يلا يلا على الله يلا حبيبي يلا. يلا على الله يلا. يسلم ايديكم يا حق على هالاكل الطيب. شو الله قلبك. ليش بمصر الاكل مانو طيب؟ بلا بس اكيد مو مثل اكلنا طبعا. الله يعني بفهم من كده انه حضرتك مقضيها على الفول والطعميه. ايوه يا باشا. يا ولا على كل حال الف مبروك يا بابا. الحمد لله صبرتي ونلتي، بس بدي منك صوره عن شهادتك. بدي بروزها وعلقها بالصالون حتى كل الناس تشوف شهادة الدكتورة بيداء جمال. الله يبارك بعمرك، بس لولاك انت وامي انا ما كنت عملت شيء. تسلمي. لا تقولي هيك توبريني، كمان هذا كلياته نتيجة تعبك انت، وطبعا تعبنا يعني. الحمد لله اهم شيء هلا ما عرفتي رجع على مصر. ياك ما شاء الله لبقى تجيبي لي سيرة مصر. والله كل ما بتجي بضل قلبي عاصصني وانا عم بعد العدل التنازلي مش رجعتك. يا حبيبه قلبي لا اطمن، وهالمره قعدت لكم لحتى تملوا مني. سهيله. الله لا يحرمنا الضحكه يا بابا. الله يخلي لي اياك يا حق. قولي قلبي طمنيني، عجبك الاكل؟ ايه ده ده يجنن. الله يسحق عليها ويسحق عليها. خذي اللبن. كلي يا حبيبي كلي. صحتك. يا رورو كيفك؟ أنا بيداء جمال، مشتاقت لك كتير كتير. أنت أول وحدة بخبرها أني إجيت من مصر من ساعتين. لا تطولي علي، لازم شوفك. حكيني على هذا الرقم. هذا رقم مرت أخي. تقبري قلبي. ألو؟ لك إن شاء الله بيقبرني هالصوت. الحمد لله على سلامتك يا قمر، نورت الشام بوجودك اليوم. وصلتي؟ اه والله لو مانك تعبانه كنت هلا اجيت لعندك. خلص بكره المساء بكون عندك. اوكي حبيبتي. مين هي اللي تروحي لعندها بكره المساء؟ الله معك يا قلبي. باي باي. لك هي بيداء اجت من مصر؟ يا ربي. ايه الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. بدك اياها يروح معك ولا شو؟ لا حبيبي خليني بكره انا اروح زورها وبعدين نازمها لعنا. كثير حلو. بدك شيء؟ انا رايح على المكتب. لوين رايح؟ حط شرب قهوتك. لا ما فيني، عندي موكل وبكون تاخرت عليه. حبيبي موكل ولا موكله؟ ايوه لا موكل، موكله بعد الموكل. لا ما في ما في. باي. الله معك. باي باي. نمشي بابا؟ ايه بابا جاهزه. شو نازلين هلا؟ ايوه والله يا بنتي بدنا نروح نسترزق اختي. بابا خليك اليوم انت هون، انا بنزل بفتح لحالي. لا يرضى عليك، عندي موعد مع زبون مهم وله طلبيه كبيره لازم اشوفه. طيب مثل ما بدك. طيب طمنوني كيف الشغل بهالازمه؟ ماشي الحال، عم يعرج شو ما اجى من الله رزقه. والله يا اختي شغل الشرقيات بهالايام كثير دائر، ومثل ما بتعرفي هذا الشغل بالذات بيعتمد على التصدير وعلى السياحه. طبعا سواح ما في وتصدير ما في غير عن طريق البحر، وكثير غالي. لا برفي ولا طيران فيه، ما في غير طياره واحده وبس عم تتم رايح جاي. الله يفرج. امين امين يا رب. بتعرفوا شو انا جاي على بالي انزل معكم، صار لي زمان ما تفتلت بالشام. يرضى عليكي، خليكي اليوم مرتاحه وبكره بتنزلي. بس بكره ما بقدر، عندي شغل براء الجامعه. رح تدرسي بالجامعه؟ طبعا. لكان ليش تعبت ودرست؟ وانا كمان من رايي بابا خلص ارتاح اليوم وبكره بتنزلي على رواق. بس مثل ما بدك. تفضل بابا. يلا بحسن. بس بدي تجيب لي معك خط موبايل، وعلى بالي نابلسيه ومدلوقه. تكرم عيونك يا احلى دكتوره بالعالم. تقدروا قلبي. الله معكم. الله معك حبيبي. مع السلامه. الله معك. احزروا شو جاي على بالي هلا. شو
جاي على بالي فنجان قهوه. يلا بكره معي هناك. يلا فورا. خليكي قاعده، انا جاي على بالي ساوي. بعدين في بنوته صغيره مو جاي على بالي تشوف شو جايبت لها هدايا؟ بلاش شو؟ ماما كمان. كمان يا زوق انت والماما. يا ست الكل، انت الك كل شيء. يلا خلونا نجيكم. تعال يلا ورجينا لشو جايبت. مثل ما بيقول زياد رحمن. شو بيقول زياد؟ لما بتسألني كيفك بتذكرني مو. ليش ما رحت؟ كل الناس بحق لها تسألني هالسؤال إلا أنت. أنا؟ إي. ليش بقى؟ لأنك تركتيني ورحتي. لأنك ما أعطيتيني فرصة دافعة عن حبك. يعني وقفتي مع أهلك ضدي. وائل هدول 8 سنين يلي مروا، 8 سنين بيخلوك تنساني وتعيش حياتك. ليش أنت نسيتي؟ شو؟ سكتي؟ أنا الغربة كانت قاسية علي، كانت حياتي فاضية ما عندي فيها شيء، محاضرات وجامعة وكتب. بس أنت أكيد الحياة أخذتك، يعني لازم تكون نسيتني مو؟ ايه حياة اخذتني ايه، بس خلتني انساكي؟ اكيد لا. انا حاولت انساكي لدرجة اني عملت شيء كتير كبير لحتى انساكي. شو الشيء الكبير اللي عملته؟ انا تزوجت. شو؟ تزوجت؟ اي. طيب تزوجت وحده ما بحبها، عشنا مع بعض بيت ايجار، رواتبنا عم تساعدنا، انا عم بشتغل 3 وظائف باذاعه خاصه وصحيفتين، وهي بنفس الاذاعه، وعندي ولدين، ولد وبنت. بس أنا ما قدرت أتأقلم معها. يعني طلقته؟ لا ما طلقت. يعني ما قدرت تتأقلم معه وجبت ولدين. كيف لو تأقلمته؟ الحياة بدها تستمر بعيدا. إيه مزبوط، نسيت الحياة عندكم لازم تستمر. أما نحن إذا صار وعشنا قصة لازم نضل كل حياتنا مدفونين فيها. كل شيء بالحياة بذكرنا فيها. يعني نحن الحياة بتوقف عنا. نعيش بس مع جرح. انتوا ليش بتفتكروا انه الجرح إلكم بس؟ مين قال لك انه نحن ما بنجرح؟ أنا كمان مجروح. وعايش مدفون. أنا لساتني بحبك بعيدا. صدقيني. أنا بنصحك تحب مرتك وأولادك وتطلعني من راسك من قلبك. ليش؟ أساساً أنت كم ما عاد كنت تتوقع تشوفني بحياتك؟ مو صحيح. أنا ولا مرة فقدت الأمل بإني أرجع أشوفك. ليش بدك تلتقي فيني؟ مشان تقلي إنك تجوزت وصار عندك أولاد؟ ليش؟ Thank you.
حبيبتي. فين حبيبتي؟ هلا بيضا، شكي؟ ما في شيء. شو ما مشي حالك بالجامعة؟ بلا مشي حالي، الأوراق بكره بيكونوا جاهزين. الشبكي وشك ما بيتفسر، شو صاير معك؟ منيحة أنا منيحة، ما فيني شي منيحة. شو بها؟ والله ما بعرف يا مرت عمي، شكلها زعلانة. يو الصبح كان عين الله عليها ما فيها شي ومبسوطة. يو تعي تقبريني، خلص اتركي اياها هلا، بعد شوي أنا بفوت وبشوف شبها. يلا حبيبي اعطيني مفتاح السيارة بسرعة. ليكي فوق حبيبي، بس لا تطولي ساعتين بس. ايه؟ ايه ماشي. انت بوسي بابا. نسيتي شيء؟ لا حبيبي المفتاح معي. لك كان اجت رفيقتك ما عاد تتذكري شيء. ايه تقور قلبي. باي حبيبي. باي عمري. سوري على مهلك. ايه؟ اوكي ماشي. باي باي, باي بابا. تعي ماما، تعي حبيبي يلا. باي حبيبي. وشرط غيم تشرين حكم الهوى وتفرقوا الحلوين حكم الهوى وشرط غيم تشرين حكم الهوى وتفرقوا الحلوين لو ما لو ما الهوى ما بيضحك الياسمين
تفضل. شو يا قمرة؟ خلصتي؟ خلصت. قبرني جمالك أنا. يلا انزلي لأن السرور صار تحت. بالله يلا. يلا. ابدا هاليوم ما بتعرفي كيف يمضى. وهي صحيح لك اهلي لك دخيل جماله الحلو انا حبيبتك مشتاقة لك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا رب اشتقت لك. انا كمان كثير مشتاقة لك. هي غزولة. هي غزولة يا قمرة كيفك؟ منيحة. تذكرتيني؟ مين انا؟ خالة بيضاء. كيف بقى متذكرتيني؟ السنة الماضية اجيتي لعندي. لك برافو عليكي. عديتي وبرافياتي ماما. تحية لقلبها وأحلى. لك حبيبتي طمنيني عنك شو أخبارك احكي لي. عن حالي بعدين بحكي لك، احكي لي أنت كيفك؟ أنا على حطة إيدك بين البيت والشغل ما في شيء، يعني بتعرفي الوحدة فينا بس تتجوز بتصفي بين المسح والشطف والجلي والكوي شو بعرفه؟ لا اسمحي لي أقول لك سرور أنت مو طبيعية، يعني معقولة تقضي كل عمرك عم تدرسي محاضرات وجامعة، آخر شيء تعملي ديليت لكل شيء وتقضيها بالمطبخ؟ يعني ليش الوحدة فينا بتدرس؟ بلكي كرمال تقدر تلاقي عريس. لا كمان مشان تربي ولادها منيح. مو أنا بشوف كمان يعني ممكن مشان تأمن دخل الحياة اجتماعية منيحة. أكيد كمان. عن جد أنا ما عم صدق إنه هي اللي قدامي سرور. وليش بقى؟ يعني هلأ بدك تقنعيني إنه المرة بس تتجوز خلص بيوقف إنتاجها؟ يعني أنت عاجزة تكتبي لك مقال كل يوم؟ لا والله أنا بفضل إني أعمل هالمادة الصحفية آخر الأسبوع بعد ما أكون أمنت على بنتي إنه نامت وخلصت شغل البيت. يا حبيبي يعني أنا بكرة بس أتجوز رح أنسى دراستي رح أنسى شغلي ورح أقضي كل حياتي بالمطبخ ما؟ هلأ بدك تقنعيني إنه أنت ممكن تفكري تتجوزي؟ أنا قايمة حضر الضيافة. يلا وأنا كمان جاي ساعدك. تعي هاتي بشوف. احكيلي احكيلي قوام. يعني معقول 5 سنين غربة ما فكرتي تحبي؟ قصدك 8 سنين. ليش بقى 8 سنين؟ لأنه 3 هون بالبلد و5 برا البلد. هدول 3 جوا البلد ما بنحسبوا. بلا بنحسبوا. ليش بقى؟ بدك صراحة سرور، أنا غربتي ما بلشت لما طلعت من البلد، أنا غربتي بلشت يوم تركت وائل. وائل؟ والله يا مرت عمي بيداء مفكرة الحياة طموح وأهداف ومراكز اجتماعية، وهي ما أنا عارفانة إنه مهما طلعت ونزلت آخرتها رح تصير ست بيت تجلي وتطبخ وتمسح وشو بيعرفني. آخ يا بنتي آخ، والله ما لي مصدقة إمتى تتجوز ويصير عندها ولد. آمين يا رب الله يفرح قلبك. لك بنتي صارت بحيطان 30 يعني ما عادت صغيرة يلي قدها صار عندهم أولاد. إيه بس مرت عمي هذا هو السن المناسب للارتباط. هذا الكلام أنا بقوله وإنتي بتقولي، بس اللي حوالينا مو هيك بيقولوا. يعني هذا مجتمع بيقول عن هاي البنت يلي ما بتتجوز عانس. إيه لا ماما تسمحي لي العب انا وشوفي. توفي انتي ومين؟ رفيقتي. هلا عجبك هلا؟ ايه لك ها صار الها رفقات. الاموره صار الها رفقات لازم تقبري حياتي بوسه كمان انت تقبروني. لكي ماما بس ما تخربي شيء على الغرفه بس بالالعاب. يلا روحي لشوفي. يلا اخ بس اخ ما حلمي الا اشوف اولاد بيضاء عم يغلوا غلي بالبيت. يا رب فرح قلبك يا رب يا رب. يلا انا شو بدي ساعدك كمان؟ حاضر يا ضيافي. يلا اوكي حطي صحن موالي الحين. والله صحن حط الحلو هلا. ما عم صدق. معقول لساتك بتحبيه؟ ما بعرف. كيف ما بتعرفي؟ يعني بيقولوا انه البعد جفا وانت وياه قصتكم خلصت من سنين طويله لهلا ما نسيتي؟ قل لك اني نسيته بكون عم بكذب. احيان بتذكره بحس في نار جواتي، بحس حالي مخنوقه، احيان غيرانه من العالم يلي هو معه. تخيلي احيان بروح دور بس مشان اشوف صوره. بعمري ما كنت اتخيل انه هالذكريات الحلوه اللي بيناتنا تصير بتوجعني هيك. ما معقول ما مصدق. انت كنتي بكل اجازه تنزليها اسالك عنه وتقولي لي خلص نسيته. ليش هلا هاجم عليكي هالحنين كثير؟ بتآمني بالصدفه؟ بالقدر؟ انا مو بس بآمن بالصدفه، لا يا ستي انا بآمن انه ممكن الصدفه تغير لك مسار قدرك كلياته. ولكني انا وبسام اكبر مثال قدامك، حبينا بعض وتجوزنا،
مع اني كنت فاكره انه بعد رامز لا يمكن احب حدا تاني. بس انا هالمره الصدفه تبعي مرتبطه بوائل نفسه. كيف يعني؟ ما عم بفهم عليكي. اليوم شفته بالجامعه، كنت عم ساوي اوراق القبول تبعي. عم تمزحي؟ لا ما عم امزح. وشو كان عم يعمل بالجامعه؟ عم يساوي اوراق اخو مرته. والله ما بعرف. مرته؟ ليش تجوز؟ ايه متجوز وعنده ولدين. ايه وشو صار؟ حكيته؟ كثير. وين؟ بالكافيتيريا بالجامعه، محل ما كنا نقعد زمان. لك ما كان لازم تقعدوا هنيك. ليش؟ لانه هذا المكان كنتوا تقعدوا فيه كثير وكفيل انه يخليكم تحنوا لبعض اكثر. بس انا اكتشفت انه لساتني لحد هي الثانيه، لحد هي اللحظه بحبه كثير. وبجوز تكوني غلطانه وما عم تقدري تميزي بين المكان والزمان وبين الحب. ماني غلطانه، ماني غلطانه. حشتي ليلي غلطانه. لا يا ستي غلطانه وستين غلطانه. ليكي انت عشتي بغربه والغربه كفيله انه تخليكي تحني لاصغر تفصيل عشتيه، فما بالك انك عايشه هالتفاصيل كلها مع انسان حبيتيه 4 سنين. لك لو ما كان في غربه رح تحني للاشياء اللي عشتيها من زمان. بس هو قال لي انه لساته بيحبني، مو مبسوط بحياته، مو مرتاح مع مرته. مزبوط، شان هيك جاب ولدين. طلعي فيني لساتك باول رجعتك وكتير بكير لحتى تقرري مشاعرك شو هي. لسه بدك كم يوم. لا ويا ستي يمكن بدك كم شهر لتعرفي مشاعرك. لك من الاخير، وحتى لو تاكدتي من مشاعرك وعرفتي انك عن جد بتحبي، خلاص ما عاد في فايده. الزلمه تجوز وصار عنده اولاد. يا والله يا اهلا وسهلا. الو، مرحبا بيضاء، كيفك؟ وائل، انت اجيتي اليوم على الجامعه شيء؟ لا لا ولا شيء، بس انا اجيت قلت بركي بصطفك مثل امبارح. طيب اوكي، باي. معقول لساتني بحبه؟ ايش هو السؤال؟ يعني انا امتى بطلت حبه؟ بس ليش رجع؟ ليش؟ ومن اول يوم برجع على البلد بيطلع بوشي؟ معقول لساته بحبني؟ بس لو كان بحبني ما كان يتجوز. كيف قدر يتجوز غيري؟ كيف؟ أكيد عم يحكيها نفس الكلام اللي كان يقول لي إياه.
كان عم يكذب علي معناها. بس لا مستحيل، هو كمان مظلوم، يعني أهلي السبب، هنن رفضوا، شو كان قدامه حل؟ بس ليش اتجوز بهالسرعة؟ ليش؟ لأن كان بدي أهرب منك بيضاء، بدي أنساكي، بدي أهرب من حبك بأي طريقة، أي شيء بدي إياه يشغلني عن تفكير فيك، بس ما قدرت. كيف تتعامل مع مرتك؟ بكل احترام. حب؟ لا. كيف؟ يعني بمثل عليها دور المحب، بس من جوا من جوا بيضاء ما بيكون عندي أي مشاعر حقيقية. وائل أنت كيف قدران تمثل كل هالوقت؟ مضطر. طيب ولأيمتى بدك تضل عم تمثل؟ لحتى توافقي تزوجيني. أكيد عم تمزح. لا ما عم أمزح. وإذا تزوجتك بتطلق مرتك؟ إيه طلق. وهي شو ذنبها تدفع ثمن غلطك أنت؟ ليش أنت تقبلي تتزوجيني وأنا بهالوضع؟ يعني وأنا مزوج؟ ليش مين قال لك إنه أنا رح أرضى أتزوجك؟ سواء طلقت أو ضليت معه. لك يعني شو منه الحب الله؟ والله ما بعرف، أنا نصحتها كتير. تعرفي؟ أنا خايف إنه ما بقى تقدر تسيطر على هالشعور. كيف يعني؟ يعني بتكون تعلقت فيه وكبرت وفات القطار راحت عليها، يعني باي. لا لا أنا حضل وراها لحتى تتركه. هلا سوس بدي أسألك، هن يعني كانوا يحبوا بعض كتير؟ لك شو يحبوا بعض؟ هدول كانوا مضرب مثل عنا بالجامعة، كتير بيحبوا بعض. طيب خلص يعني تدركه وتلاقي حدا تاني، شو الله ما خلق غيره؟ حياتي هي مو محاماة مثل عندكم، هذا اسمه حب، يعني ما في سابق إصرار وترصد، فهمت علي؟ مزبوط ولا لا؟ ايه مزبوط طبعا، مزبوط أكيد، وإلا ما كنت طبصت أنا الطبصة العجيبة يعني. طبصت يصح لك حبيبي. ايه أبروني يا العيون أنا. ايه عيد الشر، طفي لنا هالضو ونام، يلا بكرة عنا شغل كتير، أنا مع بنتي وأنت بالمكتب، يلا. ونام كمان، أوكي. يلا صباح الخير. بخير. أخ فين ما حطونا. بس تعرفي لك سوس؟ والله حلو الحب ما. بلا هدي باجي، حط راسك ونام. طيب يلا صباح الخير. اجت بيضاء زعلانه؟ لا والله يا مرت عمي ما بدي احكي. قلتك بيكون صاير معها شيء. يا مرت عمي شو بتكون صاير معها؟ ليك عم تضحك مع احلاها؟ يا بنتي والله عم شوف الحزن بعيونها. يا بنت تراها قاعده باوضتها وشارده وحزينه. والله يا مرت عمي ما بعرف شو بدي اقول لك. اهلين مامي. شامه ريحه مؤامره. شو كنتوا عم تحكوا لحتى سكتوا وقتها شفتوني؟ يعني عن شو بدنا نحكي؟ عن الطبخ، مانك شايف الانجازات يعني؟ امبلا شايفتن. منيح لانه انا ميتة من جوعي، قديه لسه بده الاكل؟ يلا حبيبتي كلها نص ساعة وبيكون الاكل جاهز، بس لمين ما يصل ابوكي واخوكي؟ طيب ماشي، معناها انا فايتة فيقتها لألعب معها شوي. اوكي. بيضاء بيضاء أنا بحبك فهميني. ليش ما عم تفهميني؟ أنا مستحيل إنه أنسى ولا يوم من أيامنا الحلوة القديمة. وقتها إذا بتذكري الغلط ما كان غلطي أبدا. أنت وقتها وقفتي مع أهلك وتركتيني. يعني شو كان بدك مني؟ روح خطيفة مثلا؟ إيه
ليش لا؟ وين كنت بدك تسكني؟ كيف كنت بدك تعيشني؟ من مقال رياضي بتكتبه مرة بالأسبوع بتاخد عليه 1000 ليرة؟ كنت عايشتك مع أهلي بيضا. لك مجنون أنت مجنون؟ كيف كان بدك يعني عيش أنا وأبوك وأمك وأخواتك اثنين ببيت بالمخالفات؟ شبك؟ والله اللي بيحب لازم يضحي ويقدم تنازلات، وأنت كنت بتعرفي وضعي من الأول منيح وبتعرفي إمكانياتي بيضا. ليش حبيتيني؟ ليش خليتيني أتعلق فيك؟ لأني حبيته. كنت عايشة مع أهلي، لا ناقص علي بيت ولا سيارة، ما كنت بعرف إنه الحياة رح تكون صعبة. كنت فكر باللحظة الحلوة اللي بيني وبينه، مو كيف بدنا ناكل أو كيف بدنا نشرب وين بدنا نعيش. بعدين أنا كنت متوقع أهلي يساعدونا، أبداً ما فكرت إنهم يرفضوا لهيك سبب، وخاصة إنه بيعرفوا إنه سعادتي مع هذا الإنسان. طيب قلك شي؟ قولي. خلص لا عاد تستقبلي تليفوناته ولا تدقي له ولا تشوفيه. أساساً هاللقاءات كلها غلط كانت من البداية. ما قدرت، كنت مشتاقت له كتير. يعني معلش سؤال، آخرت هاللقاءات لوين بتوديكن؟ حبيبتي طريقكن مسدود مسكر، ما في أمل. يعني وقت كان عزابي أهلك ما قبلوا فيه، هلأ بدك ياهن يقبلوا فيه؟ معك حق، خلص رح حاول ما بقى رد عليه. مو تحاولي، عن جد خلص. يلا حبيباتي قوموا غسلوا، هلا بيجي بابا. يلا يلا يا عمري يلا. مرحبا. اهلين حبيبي، شبك صاير معك شيء؟ لا لا ما في شيء. لا كأنك متضايق. ماني متضايق حبيبي، مبلا باين عليك انك مزعوج ومتضايق. يا الله ميس، ماني متضايق خلص. طيب يلا روح غسل وتعكول يلا بسرعة. ماني جوعان، ماني نفس. يلا ماما يلا يلا تعالوا كل. بابا بده ياكل معي. يا عمري لا ما بده ياكل معنا، ماني جوعان. بابا دائما بياكل معنا. يا حبيبي يلا كلوا انتوا وبعد شوي هو بياكل. يلا يا عمري يلا. بيضاء ردي إذا بتريدي، مشتاق أسمع صوتك. يا ترى شو صاير مع وائل لحتى زعلان هيك؟ هي أول مرة ما بيقعد معنا على الغدا، أكيد صاير معه شي كبير.
بس شو هو؟ كلي ماما كلي. تفضل. هاي. هاي. شو عم بتساوي؟ ولا شيء. عم رتب الكتب تبعي شوي. لك شو قصتك؟ عم ضلي قاعدة لحالك كأنك ما اجيتي من مصر، والله عم نشتاقلك. ما بعرف. يمكن تعودت إني ضل لحالي. إيه لا ما بصير هذا الحكي. ما المفروض تتعودي على هيك قصص. أنتِ لازم تطلعي وتفوتي وتعيشي حياتك بشكل طبيعي. بعدين شو؟ ناوية تضلي عزابي؟ ما بدك تتجوزي؟ اتزواج؟ ايه طبعا ليش لا؟ لك يا بيداء بدك تقضي حياتك بين جلدات هالكتب؟ خلص قريتي بما فيه الكفايه وصار لازم توصفي اللي قريتي هيك بالحياه العمليه. ما بتوقع رح اتزوج. اوف وليش لا؟ هيك احساس. هلا بتحكي هيك بكره بس تروحي على الجامعه وتداومي الا ما تلتقي هيك بشي شاب ظريف وحلاوه تحبيه وتتجوزه. شاب؟ شاب يمين والناس نايمين. حبيبتي محل ما انا رايحه كلهم متجوز وعنده اولاد، يعني اكيد ما حدا قاعد عم يستناني. ايه مو بالضروره، الا ما يطلع شي حدا اعزب. لا بالضروره. طيب يا ستي، مو بالضروره يكون نصيبك من الجامعه، هي عندك قرايبين ورفقات كثير وبكره بتصيري بتطلعي مشاوير وحفلات واعياد ميلاد، يعني الا ما توقع عينك على شي شب مناسب. ان شاء الله. صحيح، على سيره الطلعه والفوته، وجاي على بالك تتفتلي بالشام؟ بديك هالصراحة والله أنا كتير ضايق خلقي، جاي على بالي هيك يعني انزل شم هوا الشام. يا الله شو حلو هالحكي، هلا بنزل نقعد بشي كافيتيريا وبتغيري جو. لا مو جاي على بالي روح على كافيتيريا، جاي على بالي انزل على المول. ايه كمان بصير. بتعرفي شو؟ رح اروح حمام تعالى واقنع الضل مع ستة وانت جهزي حالك. وافقت حبيت. عم يلعبوا على الغرفة. حطينا خلينا نشوف اخبار. طيب كده مع عيونك. تفضل. حبيبي مو اساس اليوم تسلم المقال؟ تاخرتها؟ ايه هلا بكتبه هلا شوي تاني. شبك؟ شو صاير معك؟ ما في شيء، ارهاق شوي. ارهاق شوي؟ لا بلا صاير معك شيء. شو؟ ما مو صاير معي شيء. ارهاق بس. بلا صاير معك شي وما بدك تخبرني اياه وانا حبيبتك.